وفيكم بنبذة تاريخية موجزة حول هذا الحدث التاريخي الهام الذي عايشته في طفولتي. فطبعا كان من أهم الأحداث التاريخية التي بقيت راسخة في ذهني. فيوم 6 نوفمبر 1975 أعطى الملك الراحل الحسن الثاني الانطلاق للمسيرة الخضراء. فانطلقت طبعا وانطلقت في جميع أنحاء المملكة المغربية، وتابعنا هذا الحدث في أجهزة الميديا، الراديو طبعا، وفي التلفزة المغربية القناة الأولى، القناة الوحيدة آنذاك. وكان هذا الحدث من الأحداث التاريخية الهامة التي عايشتها، حيث امتزجت المشاعر. كان هناك الإحساس بالروح الوطنية، ملي كنقول دابا داك إذكاء الشعور الوطني، فكان فهم معنى إذكاء الشعور الوطني، فقد أذكت شعورنا الوطني. وطبعا أيضا في نفس الوقت كان إحساس بالخوف، واحد الرهبة، واحد الخوف، واحد الفرحة عارمة، لأن الكل يتغنى بمسيرة الخضراء. في شارع بلدتي الصغيرة العزيزة مدينة أزيلال، في شارعها الرئيسي الوحيد، كانت الأهازيج والاحتفالات على مدى تقريبا أسبوع قبل انطلاق المسيرة الخضراء وحتى بعد انطلاق المسيرة الخضراء. إذن المسيرة الخضراء من الناحية التاريخية هي مسيرة سلمية، لهذا سمها بالمسميات بالمسيرة الخضراء، وتندرج ضمن الاستكمال المغرب لوحدته الترابية. بعد حصول المغرب على الاستقلال في 1956 ستنطلق مرحلة تاريخية جديدة، وهي مرحلة استكمال الوحدة الترابية. إذا تم استرجاع إقليم سيدي إفني واسترجاع إقليم طرفايا، وفي 1975 رفعت قضية استرجاع الأقاليم الصحراوية لهيئة الأمم المتحدة، فأقرت محكمة لاهاي بثبوت وجود أواصر البيعة بين الدولة المغربية والأقاليم الصحراوية. لهذا سيعطي جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله سيعطي الانطلاق يوم 6 نوفمبر 1975. انطلقت المسيرة الخضراء، وكما قلت لكم سابقا تابعنا هذا الحدث عبر شاشة التلفاز، والصورة التي لا زالت في ذاكرتي هي صورة الشاحنات المرقمة. كانت مجموعة من الشاحنات مرقمة، الشاحنات اللي غادي تنطلق من أزيلال، بقى كنعقل فيها واحد الرمز AZ03، وسلسلة من الشاحنات ثم من مدينة الدار البيضاء وباقي المدن الساحلية القطار الذي سيحمل عدد كبير من المواطنين المتطوعين، والذين بلغ عددهم تقريبا أزيد من 350 ألف متطوع من داخل المملكة المغربية ومن خارجها، خارجها من الدول العربية الشقيقة، وحتى بالنسبة لبعض الدول الأخرى خارج الدول الأخرى الخارجية كالولايات المتحدة الأمريكية، من أواسط القارة الإفريقية الغابون بالخصوص، ثم من المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة. وطبعا شاركت مجموعة من الحركات المناهضة للاستعمار آنذاك، مدعمة للحركات التحررية، وبالفعل كانت سلمية شعارها القرآن الكريم. بقي كنتذكر عودة المتطوعين المغاربة وهم يحملون قارورات كما كنقولوا بالدارجة البيدوزات اللي كانوا كيستعملوا في المسيرة في الأقاليم الصحراوية، ثم واحد الشال أسود، لأن كنعرفوا بأن المناطق الصحراوية كتكون فيها الزوابع، إذن للوقاية من الزوابع الرملية كانوا تعطوهم دوك الشيلان والكاشة والبيدوزة، ثم القرآن الكريم اللي كان شعار ديال هاد المسيرة الخضراء. انطلقت المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر
وطبعا سيدخل المتطوعون للأقاليم الصحراوية، وسيتم وضع العلم المغربي في أقاليمنا الصحراوية. وعلى إثر هذه المسيرة الخضراء سيتم استرجاع العيون، مدينة العيون والسمارة، العيون والسمارة طبعا من المناطق التي تم استرجاعها في 1975. وفيما بعد طبعا سيتم استرجاع إقليم وادي الذهب والبويرة في 1979 بعد مبايعة القبائل الصحراوية لجلالة الملك الرحيل الحسن الثاني. إذن كانت هذه نبذة تاريخية حول هذا الحدث التاريخي الهام الذي نعيشه خلال هذه الأيام، وهو حدث المسيرة الخضراء. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن تعيشوا هذه الذكرى لعدة سنوات، وأن لا تموت هذه الذكرى التي تفرح كل المغاربة من الشمال إلى الجنوب. السلام عليكم، أنا تنمي عيشة، الحاجة عيشة تنمي، رئيسة المسيرة الخضراء. أمشيت المسيرة الخضراء من جلالة الملك، مشيت تقدمت للبلدية، تسجلت أنا وأختي، تسجلنا حنا الأولين في العيالات في النساء. مشينا فرحانين ناشطين، في عمري تقريبا مشيت 22 عام، عندي بنت أول، مشينا ناشطين بالسرور وبالفرحة، ما حبسنا حتى ما والو، كنت مخلصة لله، كنت في الشبيبة والقادة، مشيت فرحانة، تسجلت، درسنا من ورا داك التسجيل شي 4 أيام، فاش خطب جلالة الملك الله ينصرو حسن الثاني. أجلسنا شي 4 أيام، إوا علمونا تاني توجدنا، مشينا درنا الوقفة في درب الزيدوح، جلسنا فيها 3 أيام، إحنا قليل بني ملال، وبتصام خريبكا في بن صالح، جلسنا فيها 3 أيام. ملي جمعت المسيرة جمعوا الأقاليم، أقاليم قصر السوق وقصر الدار البيضاء، دازو على طريق مراكش، دزنا حنا على طريق اسمها طنطا، درنا واحد الوقفة في طنطا، تسمع؟ درنا واحد الوقفة في طنطا، ناس مزيانين، خرجوا لينا الحليب، خرجوا الخبز، تعرضوا لينا بواحد استعراض نشيط وظهير. إوا من طنطا نشد طلقة المسيرة للطرفاية، لحقنا الباب الصحراء، درنا ديك المشية على رجلينا بحال تدريب، درنا على رجلينا، وقفونا نشوفو لي نجح لي ما نجحش، وقفونا داونا للخيام، الخيام الخيام بنينا الخيام كحليل، حنا العيالات عطوني انا 40 امراه كنت كبرانا عليهم، رجالات هما كل راجل عطاه كبران 40 راجل، ولا الماء يجينا بالسيتيرنا، المواد الغذائيه تتفرق تتوزع علينا، توزعوها علينا الصباح وعشية. إوا هي هاديك بقينا في ديك المخيم،
نهار خطب الحسن التالي قال لنا غادي ندخلوا للحدود، وجدنا دخلنا للحدود مع الصباح، بقينا يلا بنينا الخيام درسنا واحد شويه علمونا باش غنديروا مسابقه المدن، تنسناو الطياره ديال اسبانيا تترفرف فوقنا، تخرجوا الرايات من الشراجم وتهدنوا في عباد الله، حنا نصحابهم تي مرحبا بينا. وقفنا سيدي في الحدود، بداو الطياره ديال اسبانيا تترفرف فوقنا بالرايات، ناض واحد شو قدر طاجيج ناض الغوط وناض اسمو تربونت الدنيا، واحد شو قد هدن جاجيج التحرير هدن بنادم صافي. هو دار ديك مسابقة النجوم، سبقت سيدي قليم ابني ملال ورفقي بن صالح هو الاول، مشينا سالت السهرة رجعنا للمخيم ديالنا. إوا خطب جلالة الملك الحسن الثاني الله يرحمه باسم المسيرة، وقد رجعت المسيرة وكانت واحد الحمامة هديك فوقنا، ملي مشينا الحمامة غادية فوق الكوكب ديال المسيرة، فرقوا علينا الكتب الخامسة وعطاونا هذاك الكارني الخضر والمدايا. عقبنا ملي جينا للمغرب، دخلنا للمغرب دار لنا جلالة الملك الله ينصرو دار لنا حفلة في الرباط، دار لنا حفلة في الرباط يومين وحنا ساهرين تما بالماكلة وبالشرب. عقبو استدعاونا تاني للقصر تاع الدار البيضاء، هي فاش علق لينا جلالة الملك المدايا الوسام، وجينا الله يجعل الله ينصر جلالة الملك.